يكون هيك. شو كنت أنا بدي أقول؟ لم يكن الذين كفروا من في مفسر اسمه الواحدي، الواحدي له كتاب اسمه البسيط، كتاب اسمه الوسيط في التفسير، يعني كتاب اسمه الوجيز في التفسير. هذه الكتب الواحدي، البسيط، الوسيط، الوجيز. الواحدي مات 468 هجري، إذا القرن الخامس هجري توفي، إذا 468 هجري. الواحدي، الواحدي من أهل نيسابور، أهل نيسابور يعني نيسابور اليوم، اليوم تقدروا تقولوا الشمال الشرقي لإيران، بعيدة الشمال الشرقي نيسابور، يعني ممكن هم بيقولوا نيشابور، الشمال الشرقي ل لا 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 قزوين شمال، هو شمال شرق بعيدة، ما هو في دخلة هيك في الخارطة. طيب الآن نيسابور مش معناته مش عربي أو عربي، إذا كان مثلا نيسابور بيكونش عربي أو مش عربي، لا، لأنه في ذاك الزمن لما نقول إحنا 468 كان موجود عرب ومش عرب ومسلمين أهل بلاد أو من علماء إلى آخره، فموطن الرجل في حد ذاته في ذاك الوقت ما كانش بيعني إيش هو في أصله عربي أو غير عربي. إذن الواحدي النيسابوري لفت انتباهي، ويبدو كتب التفسير بتشير لكلامه إنه الواحدي بيقول إنه هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال هذه من أصعب، من يعني أصعب ما في القرآن تفسيرا وإيش ونظما، أو نظما وتفسيرا، أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وإنه تخبط فيها كبار علماء. هذا كلام مين؟ الواحدي. والعجيب، والعجيب إنه الواحدي لما بفسرها فيش إشكال، تفسيره تمام وسالك، ولا هي صعبة ولا هي متخبط فيها عالم زي الواحدي. وقد يكون قصده يقول هذا تفسيرها، هذا تفسيرها، وانسى شو قالوا باقي العلماء، هو تفسيره منيح، يعني لما فسر الآية سالكة منيح ومقبول، وفعلا نقبلش باقي التفسير الأخرى. هو يعني كان مصيب، وهو كان يقولوا له هذا وحيد عصره في هذه المسائل في اللغة وفي التفسير. الواحدي وفاة 468، ولكن كان في شوية شدة هيك في العلماء لما بده يحكم عليهم، في شدة شوية الرجل أحيانا، ولكن هون شو قال؟ قال إنه هذه من أصعب الآيات نظما وتفسيرا، نظما وتفسيرا، وإنه تخبط فيها الكبار من العلماء، من كبار المفسرين. طيب لكن هو ببساطة الكلام اللي جابه تمام ممتاز، ولذلك مش راح نخوض فيما خاضوا فيه من تفسير، بدنا نعطي الشيء اللي أصلا راح تلاحظوا المسألة بسيطة، ولا هي لا هي صعبة نظما ولا هي صعبة تفسيرا، ولا في داعي حدا يتخبط، لأنه مرات إحنا بنخترع أمور، نخترع أمور ووجوه في التفسير، نخترع وجوه في التفسير، بنوقع في مشاكل بنصير بدنا نحلها وإحنا مش منتبهين إنه هذا الوجه إحنا اللي جبناه. طيب كيف بتعرف الصح؟ لما تشوفها سالكة الأمور وبتتناقضش، ولا هي صعبة ولا شيء، عادي. وأحيانا فعلا إحنا بنلحظ على بعض المفسرين بقول لك هذه الآية، هذه الآية لا أجد لها وجه ولا أنا فاهم. ليش؟ ليش؟ ايوه هو مش فاهمها، هو مش فاهمها. ومش عيب، هذا طبيعي. ومين قال يعني انه في حدا بيفهم كل شيء؟ في هذا كلام الله، لكن المسألة بسيطة جدا زي ما انتم راح تلاحظوا، فيش اي اشكال. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، كفروا بمين؟ يعني لاحظت بعض اهل التفسير يمكن قالوا كفروا بمحمد. ليش؟ ليش هو ليش هم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ما كانوش كفار؟ كثير منهم، أقصد كثير منهم ما كانوش كفار. ليش وانت كانوا قايلين إنه عيسى ابن الله بعد ما أجى الرسول ولا قبل؟ مثلا
النصارى لما تقول انه انصلب وانه ابن الله او انه الله نفسه، مش هيك كانوا قايلينها قبل ولا بعد ما جاء الاسلام؟ لا، اذا مش صحيح نيجي نقول انه لم يكن الذين كفروا يعني في كفروا بمحمد، انو قال بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هم كافرين قبل، انو قطاعات كبيره